عندي سؤال تفاعلي، واللي عنده إجابة يرسل لي هي الآن فورا. إيش دور الخيال، إيش دور الخيال في الطبخ؟ من الرسائل السريعة اللي وصلت تقول الإبداع، كلمة موفقة جدا، صح أتفق معكم. نايف يقول الانفراد، وجستس يقول تفرجوا فيلم No Reservation. ميشو يقول مزاج ونوع من الموهبة. الشيف حصة تقول فن وذوق وإحساس، كلام عميق. كمان تقول إنك تتخيل النكهة قبل ما تطبخها، واو. ميشو يضيف إضافة جيدة ويقول بما معناه إن تسوي أكلة جيدة من المتاح عندك، Good management man. من روما تقول الابتكار، والابتكار كلمة قوية ويمكن أحيانا تكون مرادفة للخيال، صحيح. لجين تقول حكاية قصيرة من القلب للدماغ، واو يا لجين، very good, I love it. إضافة جميلة من بدور تقول بصمة خاصة لكل شخص خياله، كيف يتخيل كيف راح تكون النكهة حقت الطبخة، روعة يا بدور. الإجابات كلها جميلة وأنا ما راح أتفلسف على رأسكم، أنا راح أقول لكم قصة أو طبخة. alright. في غزوة الخندق كان لحيي بن أخطب دور كبير في جمع قبائل العرب ضد النبي محمد. لما اجتمعت الجيوش من غطفان ومن قريش ضد النبي وضد أهل المدينة، راح حيي بن أخطب اللي هو من بني النضر لكعب بن أسد في بني قريضة. بنو قريضة كانوا آخر قبائل يهود اللي جلست في المدينة وتحالفوا مع النبي واعتزلوا، وبنوا سور حول منطقتهم وقالوا نحن ما نتدخل في حرب. فكان فكر حيي بن أخطب إنه يروح يقلب بنو قريضة على حلفهم مع النبي. راح حيي بن أخطب لبنو النضر بعقاب الكعب بن أسد عشان يقنعه ينقلب على النبي. كعب عرف فقفل باب السور ورفض إنه يفتح له الباب. بدأ حيي بن أخطب ينادي من الخارج ويقول له يا كعب افتح الباب. قال له والله ما نفتح لك، أنا صالحت محمد ولا أبغى مشاكل. فقام حيي بن أخطب الخبيث فكر بفكرة وقال له والله يا كعب أنت ما بتفتح الباب عشان ما تبغاني آكل من جشيشتك. طبعا اليهود مهما كان في هذيك الفترة كانوا عرب وكان الكرم يعني لهم كثير، والرجل غضب فتح الباب وهذه المصيبة. طبعا قدر حيي بن أخطب أن يقنع كعب وورط بني قريضة، والحديث المشهور اللي قاله النبي بعد الخندق على طول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة. من هذه القصة نعرف أنه في أكلة هنا اسمها جشيشة وأنها مهمة جدا في التاريخ وأنها سوت حدث كبير. طبعا أنا فورا جلست أبحث عن الجشيشة وإيش هي الجشيشة. المعنى العام لكلمة جشيشة في اللغة العربية يعني جش الشيء، جش يعني طحن الشيء، طحن خشن. التفاسير تقول إنها جشيشة الحب. طبعا الحب كان معروف عند العرب، لكن اليهود كان عندهم شيء ثاني. طبعا الحب هو أكل الفقراء، واليهود إجمالا دائما في تاريخهم أثرياء ما يأكلوا الحب. في قصة قرأتها إن اليهود في المدينة كانوا يعايروا المسلمين ويقولوا لهم نحن نأكل الذهب، وكانوا يأكلوا أكلة لونها أصفر زي الذهب ما حد كان يعرفه، فأنا ربطتها بال. طبعا هنا نبدأ نتكلم عن جانب الخيال في الأكل. كل اللي قادم هو خيال، تمام، وجزء من اللي راح كمان. وجدت أيضا إنه عند الصوماليين أكلة اسمها جشيشة لكنها بالذرة صفراء. Yes, this is it. لكن الجشيشة الصومالية فيها خضار وفيها جزر وفيها أشياء ما هي معتادة في الجزيرة العربية، مستحيل تكون هي دي الأكلة اللي كانوا يأكلوها اليهود، مستحيل تكون هي الجشيشة. إذن إيش كان يأكل العرب؟ العرب كانوا نوعين، إما أغنياء وإما فقراء. الفقراء يجيبوا أي نوع من الطحين يطبخوه بالسمن أو يحمسوه ويحطوا عليه تمر وربك سميع الدعاء. أما الأغنياء يا محفوظين البقى والسلامة كانوا يذبحوا لهم جذور ويعملوا حنيد ومشويات، وفي نفس الوقت يحملوا حمصة الدقيق ويحطوا عليها لحم برضه. طبعا بقي شيء اللي هو التمر، وهو كان متوفر عند أهل المدينة. الأغنياء يعتبروا التمر من نوع من الرفاهية، والفقراء كانوا يعيشوا عليه. إذن طالما إنه التاريخ ما ساعدنا، الخيال لازم يساعدنا. نتخيل الجشيشة، نطبخ الجشيشة. وهذه جشيشة الذرة. وعايد يضيف ويقول إنه الخيال يخليك تتخيل الكميات. الكميات حاجة كريتيكال جدا. حلو. النوشة تقول إنه الخيال يخليني أفكر في الأفضل لما يكون عندي ناس أو ضيوف أو أحد رح يأكل أكلي. واو، very good point. واو، كلمة أو رأي كنت أنتظر وأبحث عنه. ميما كوين تقول علاقة حب بيني وبين الطبخة، very good. مورا تقول improvision. nice. العمد الكبير سلطان عنشور قال الكلمة الأقدم ولها أصالة، نفس. فعلا نفس بمعنى كلمة نفس.
مور يو اس اي وانا بقول قصه، قالت لي او ارسلت قالت انا عارف انك راح تتخيل الطبخه صح. انا هكذا تخيلت الجشيشه، شويه زيت كويس، زيت افوكادو عشان صحتنا مهمه، سخن الزيت، حمص الذره. طيب تعرفوا ليش زمان في الجاهليه ما كان عندهم سباشيلا؟ اعتقد لانه ما كان في تيفال. المورال اوف ذا ستوري، اذا كان عندك قدر تيفال او سيراميك غالي تستخدم فيه بلاستيك مو حديد، ولا تخربشه حرام. لما وضعت الزيت على الذره صار لونه وشكله فعلا ذهبي، وهذا يبرر انه يجيك احد يقول لك احنا ناكل الذهب. طيب وزي ما قلنا لانه اليهود في الاغلب كانوا اثرياء، فاذا كانوا يستخدموا اللحم، والمنطقي انهم يحطوا على هذا الشيء مرقه. اذا مقابل كل كاسه ذره راح احط كاستين مرقه بلوند فاتحه عشان لا تضيع اللون الذهبي. هذه الكاسه الثانيه راح اتركها تستوي بنفس طريقه الرز. ما اعتقد انه كانوا يعملوها فيرم زي الرز لانه ما كان في رز، اكيد انها هي مهبوصه. طيب الان نجي للتنكيه، وما اعتقد في هذاك الزمان ما كان في بهارات ولا كان في اصلا ملح على ما اعتقد، فاذا التنكيه كان بالدهن وبمنتجات الالبان. حتى التنكيه بالخضار كان فقط في الحنيد مثلا يستخدموا معاه الاعشاب، لكن في الطبخ بهذه الطريقه ما اعتقد انه ما في اي حاجه في التاريخ وجدتها تقول كده. طيب اذا انا لازم اتدخل في الطبخه واضيف لها منكهات حديثه، وهنا في سؤال كبير حول الاصاله في الطبخه. ولكن لان الطبخ ارت، في فكره عميقه جدا في الفن تقول الخلط بين الماضي والحاضر، وحتى الخلط بين الثقافات. اذا ولان الناس اختلفوا من الماضي للان واختلف ذوقهم، لازم اتدخل واحط بهارات. ولاني لازلت اتخيل الطبخه بنفس اللون بنفس الشكل في الماضي، اذا رحت بحثت عن بهارات كلها ما تغير اللون ولا تختلف مع اللون الاصفر الذهبي. ورق الغار يعطي نكهه جيده ما يغير اللون، فلفل الابيض، البصل المجفف المطحون، الثوم المجفف المطحون. ان فاكت الناس كانت تعرف الثوم في هذاك الزمان والبصل، وبالذات اليهود، وكلنا نعرف الآية في سورة البقرة اللي تقول اهبطوا مصر فإن لكم ما توعدون، وهي الأشياء اللي طلبوها الفوم والعدس والبصل. أعتقد أن الطبخ المشي هو اللي كان شائع في هذيك الفترة، وهذا الكونسيستنسي ولا الكثافة المطلوبة، ولأن الذرة لسه ما استوت وتحتاج إلى سائل أكثر، ما أبغاها تكون فيرم، إذن راح أزيد كاسة كمان من المرقة. الآن أعتقد أنه هذا consistency أو الكثافة واللون جيدة جدا. الآن يجي دور أن نحط الملح، ومهم جدا أن ما نحط الملح إلا لما نعرف بالضبط قد إيش كمية السوائل في الطبخة. لو بخرتها زيادة بهذه كمية الملح هتصير أملح. أيمن أرسل يقول هذه تشبه الخبزة، لازم تكون تشبه أي شيء في الجزيرة العربية، وهذه حاجة إيجابية. شكرا أيمن. أنا الحقيقة استثنيت التمر خارج هذه العملية كلها لأنه يلخبط المالح مع الحلو. لو كنت حقدم تمر مع الوجبة حقدمه على السايد. بقي العنصر الثاني اللي هو اللحم، وهنا طبعا نقدر نتخيل إنه هم يسلقوا اللحم ويحطوه فوق الجشيشة، بما إنه فيها مرقة معناته اللحم سلق. ممكن كمان أي لحم مشوي نحطه يتقدم عليها. طيب وهذا شكل الجشيشة وهي مطبوخة، طبعا حافظنا على لونها الذهبي الجميل ولمعته. السؤال الثاني هل كان فيها زيادة سمن؟ أنا أعتقد أنه أكيد جدا، لكن أفضل أنها تكون بهذا الشكل. لا ننسى أنه لحد الآن نحن بناكل ذرة صفراء، والذرة صفراء صحية، وهذه الأكلة إلى الآن أكلة ممتازة للصحة. وللناس اللي عندهم حساسية السيلياك، هذه أكلة خالية من الجلوتين. هل المفروض أن أقدمها كده؟ لا طبعا، من حقي أن أنا أخليها أكلة لما الواحد يدوقها يقول واو. عشان لا أعقد الأمور، هذه المفرومة اللي سويتها البشاميل قبل يومين راح احط منها على الوش، راح اتوصى، وهي فيها طعم غني جدا ولذيذ جدا، راح تمتش الاثنين مع بعض بشكل كبير. وهل لانه الناس زمان ما كان عندهم فكره القرنش ما نقرنش؟ لا لازم نقرنش، وهذا بصل محمر، ولان العين تاكل قبل الفم لازم نطعم العين نخلي الالوان كمان جميله. ولأني أعتقد أن كل ما زادت الألوان في الطبخة العقل يرسل إشارات استفسار أكثر، رح أضيف لون إضافي، لون الفلفل الأحمر. إذن الخيال كلمة حساسة جدا ومهمة في المطبخ وفي الطبخ. أنا تخيلت الجشيشة بهذا الشكل، اللي عنده تخيل ووصفة شاركني هي.
حبيت طعم الجشيشة. أعتقد إن أكلة ممكن تكون في الجدول مرتين في الشهر حتى، وجبة كاملة. نايس جشيشة. الرائحة جيدة، اللون والشكل جيد، الطعم جيد جدا. أنا أعطيها 9/10. إذن الجشيشة تستحق إنها تكون موجودة في المنيو في أي مطعم، أو حتى في خطة الطبخ في البيت.